في وقت كانت فيه الأنظار متجهة إلى روسيا التي يرتقب أن يزورها في مطلع شهر يونيو، يعلن الرئيس تبون عن زيارة غير متوقعة ومفاجئة إلى دولة البرتغال. زيارة الرئيس تبون إلى لشبونة تأتي أياما من انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين المغرب والبرتغال، ورغم ما تم خلاله من توقيع على حزمة من الاتفاقيات، إلى أن البرتغال كان حريصا وواضحا في تمسكه بالشرعية الأممية في حل القضية الصحراوية. الرئيس تبون حرص على إجراء زيارته إلى لشبونة من أجل توطيد علاقات الجزائر بالبرتغال على خلفية الموقف الثنائي المنسجم إزاء النزاع الصحراوي، خاصة بعد استمرار الحكومة الإسبانية في موقفها الغريب. المخزن على أعصابه وفي حالة من الرعب في انتظار ما ستسفر عنه زيارة الرئيس تبون، وعينه على ما حدث بين الجزائر وإيطاليا. متابعون يؤكدون أن لشبونة ستكون منفتحة على تعزيز العلاقات مع الجزائر واستغلال الفراغ الذي خلفته القطيعة بين الجزائر ومدريد. الرئيس تبون يزور البرتغال برفقة وفد هام من أعضاء الحكومة ورجال الأعمال ومدراء المؤسسات الاقتصادية العمومية، استعدادا لإبرام عدة اتفاقيات هامة في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل وحركة الأفراد. حنكة الرئيس تبون الدبلوماسية أفسدت على المخزن محاولاته الخبيثة لاستمالة البرتغال إلى صفه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.